ربع قرن من الزمان والصومال يعيش في دوامة من الأزمات، ويبدو أن لا مخرج في الأفق القريب من هذا الواقع. نموذج للدولة الفاشلة على مدار هذه الفترة الزمنية الطويلة، خضعت لتجاذبات داخلية وخارجية، والشعب الصومالي يدفع الثمن دوما. أوضاع متردية على المستويات كافة، الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية وكذلك الأمنية والسياسية. نحاول في هذه الحلقة تسليط الضوء على واقع الصومال خلال هذه الفترة، وتقديمه من خلال المشهد الإعلامي الذي يبدو أن الصومال قد غاب كثيرا في الفترة الأخيرة عنه. نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ عبد القادر عمر عثمان، الباحث في الشؤون الإفريقية، والأستاذ الدكتور سيد فليفل، العميد الأسبق لمعهد الدراسات الإفريقية، والأستاذ داود علي الشيخ نور، الصحفي الصومالي المقيم في القاهرة. أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأهلا بالجمهور المشارك معنا هنا في هذه الحلقة. دكتور سيد، يعني بداية أود أن تضعنا، رغم أن هنالك تطورا سياسيا قد حدث مؤخرا وهو سحب الثقة من رئيس الوزراء من قبل البرلمان، لكن أود في البداية أن تضعنا في صورة الأوضاع الراهنة في الصومال، وكذلك الخلفيات التي عاشها الصوماليين طوال الفترة السابقة. شكرا. بداية أحييكم على إحياء الاهتمام بالشعب الصومالي وبقضية الصومال وهذا البلد العزيز الذي لديه من مزايا التعايش والتضامن والانسجام الداخلي ما كان يجعل كافة الدول الإفريقية تنظر إليه عند بداية الاستقلال الوطني الإفريقي في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، نظرة الإعجاب بهذا الشعب وتوقع أن يكون له من المستقبل ما ليس لبقية الدول الإفريقية بحكم هذا التجانس. لكن الشعب الصومالي يعني في الحقيقة فرقت كلمته الانقسامات القبلية، والحقيقة ما يجري في الصومال مهما تعددت المسميات من أحزاب سياسية في مرحلة وميليشيات تحمل مسميات الخلاص الوطني أو كذا أو كذا، كل هذا غطاء للوضع القبلي الذي أصبح الصوماليون أنفسهم في الوقت الراهن يستنكرونه ويعتبرونه خطأ بل خطيئة يجب أن يتجاوزوه. الأوضاع في الصومال هي أوضاع مأزومة بالفعل من زوايا متعددة. الزاوية الأولى تتعلق بالوضع الداخلي وبصفة خاصة في العاصمة، حيث لا تزال العاصمة أسيرة لعملية التجاذبات المختلفة لأصحاب الرأي بخلفياتهم القبلية وارتباطاتهم الدولية ومصالحهم الضيقة. والوضع الآخر متعلق بالارتباطات التي هنالك بين أصحاب المصالح وبين القوى الإقليمية والقوى الدولية. ثم هنالك الاختراقات المتعددة للشخصية الصومالية من حيث الانقسام حول الفكرة الإسلامية وكيف تكون وكيف يجري إنزالها على الأرض. ثم أخيرا هنالك الصراع فيما يتعلق بالتداخل والتناقض بين الأنسجة المختلفة على المستوى الإقليمي والطموحات لتكوين دول في أجزاء من الوطن الصومالي. أستاذ داود، يعني كيف تنظر هذا ما قدمه الدكتور سيد في قراءته ل يعني خلفيات واقع الصومال؟ الآن هنالك تطور سياسي مرتبط بسحب الثقة من رئيس الوزراء، وتعلم بأن هنالك أزمة سياسية يعني خانقة، وليس هنالك اكتمال لمنظومة النظام السياسي أو شكل من أشكال الاستقرار. ما مرد هذا الخلاف الذي جرى، وما الذي أدى بسحب الثقة من رئيس الوزراء؟ طبعا كما تفضل سعادة الدكتور، الخلفية التاريخية للوضع الصومالي، طبعا الوضع الراهن في الصومال مختلف تماما عن ما كانت الصومال منذ 20 عاما. طبعا الصومال انهارت الدولة المركزية التي كانت ترعى الصومال كلها في 1991. نعم. بعد ذلك كانت حكومات انتقالية، لكن لأول مرة في الصومال يحدث في التاريخ عام 2012 انتخب رئيس صومالي في داخل الصومال من قبل البرلمان الصومالي الموجود في داخل مقديشو.
هذه الحكومة، هذا البرلمان الذي انتخب حسن الشيخ محمود، تغير الوضع في داخل الصومال خاصة في الجنوب الصومالي من حيث الأمن ومن حيث الاقتصاد ومن حيث جميع النواحي المعيشية، اختلفت تماما في الأونة الأخيرة خاصة السنين الماضية، السنتين الماضيتين. لكن إذا رجعنا إلى سحب الثقة عن الرئيس الوزراء، طبعا هناك خلافات يعني مرتبطة بالدستور المؤقت الموجود في الصومال المنصوص عليه الفيدرالية في الصومال. نعم. وطبعا الشخصية الصومالية غابت الثقة بين السياسيين الصوماليين، والدستور يعني ينص على محاصصة قبلية من توزيع السلطة في الصومال، رئيس الوزراء والرئيس ورئيس البرلمان، يعني هذا الهيكل موزع على أسس قبلية. احيانا الدستور يعطي الصلاحيه، الدستور الصومالي يعطي صلاحيه الرئيس والرئيس الوزراء في نفس الوقت، تنازع صلاحيات. نعم. هذا يعني النقطه الايجابيه المهمه التي اريد ان اشيرها. لاول مره الخلافات الصوماليه يحل في داخل الصومال وفي من خلال البرلمان الصومالي من دون يعني مساعده دول الجوار ودول الاقليم. طبعا الوضع الصومالي متفائل ويبدو ان هناك استقرار سياسي حتى الان، التنميه البشريه، التنميه واعاده الاعمار، كل هذه يعني كل هذه الاشياء هي ثانيه الى ما اشرت اليه، التقسيم او الاساس المرتبط بالدستور الفيدرالية. يعني استاذ عبد القادر، في هذا الاطار ارتبط الامر ببناء الدوله والدستور على اساس التوزيع القبلي كما اشار، او التوزيع الجهوي المناطقي. يعني اود ان تضعنا في صوره التراكيب القبليه والعشائريه في الصومال والوضع الراهن كما يشار له شمالا وجنوبا والعاصمه مقديشو وغيرها بهذا الاطار، واهم القبائل بالطبع. يعني الصومال يعني مرت تجربة يعني مريرة، تجربة أو غاية القسوة. يعني كان في نظام يحكمها يعني منذ عام 1969، نظام سياد برة، وكان حاكما مطلقا، يعني يتصرف في سلطة كيف ما يشاء. يعني وانهارت الدولة يعني منذ يعني، وكان يحكم منذ 22 سنة كان في السلطة. ف بسببه انهارت الحكومة الصومالية هناك وتفتت المجتمع الصومالي، وعلى أساسه تكونت هناك كيانات بعضها مستقلة ومثل شبه مستقلة منفصلة عن الحكومة المركزية أو الحكومات الانتقالية التي تمت يعني بعد ذلك، مثل الإقليم الصومالي لان، وفيه في بوتلان، وفي إدارات محلية أخرى في الصومال يعني موجودة وتتمتع باستقلالية عن الحكومة الصومالية الفدرالية الموجودة. يعني الأساس هذه القاليم أو الأساس هذه الكيانات هم ينظرون على أن النتيجة للتجربة القاسية للحكومة سياد بري، الحكومة المركزية بتاع سياد بري، يعني ممكن يعني أن تكون هناك يعني حكومات لاحقة يعني تمارس نفس الدور الذي كان يمارسه الحكومة سياد بري. فعلى هذه الأساس هي يعني رأت أن النظام الفدرالي أو الأنسب للتعايش في هذه المرحلة الحالية، لكن ربما يكون يعني تطبيق هذا النظام الفدرالي على أرض الواقع ربما لا يكون يعني شيء، أو ربما يكون يجلب إلى المشاكل أكثر بقدر ما يكون هناك حل، لأن طبيعة المجتمع الصومالي يعني مكوناته يعني قائمة على أساس قبلية أو محاصصة قبلية. فالنظام الفدرالي هو نظام يعني إلى قدر ما نظام حضاري أو بعيد عن الأسس القبلية هو. نعم. ما هي أهم القبائل إذا سمحت لي التي في الصومال التي لها سطوة أو قوة يعني وازنة ومركزية وتشكل يعني أداة ضغط على بقية الأطراف؟ يعني في هناك يعني القبائل يعني قبل ما أقول أن أذهب إلى القبائل الصومالية والصراعات القبائل اللي موجودة منذ انهيار الحكومة، كانت هناك يعني صراع كمان ظهر
ليس قائمة على القبيلة وإنما بفكرة إيديولوجية، مثل في جماعات يعني رفعت راية الجهادية أو راية الإسلامية بعيدة عن هي الصراعات القبلية. هذا في فترة متأخرة قد يكون أحد أسباب مرد أن هنالك دولة فاشلة وأن هذه جغرافيا مباحة ومتاحة لكل الأطراف واستخدمت من قبل الأطراف المتشددة، يعني سنأتي عليها على هذا التفصيل يعني، ودور من تعاقب على حكم المحاكم الإسلامية وشباب المجاهدين والقاعدة وغيرها. يعني المحاسسة اللي موجودة في الصومال، المحاسسة القبلية أو التقسيم التي يمكن يعني القائمة على الحكومة الصومالية دلوقتي هم يعني ما يسمونه 4.5 أو أربع قبائل كبيرة إضافة إلى مجموعة من القبائل الصغيرة، يعني هذا هو الموجود في الواقع الصومالي. وهذه القبائل يعني في نفسها يعني متفرقة ومتشجعة وكبيرة، وبعضها يسكن في الشمال وبعضها يسكن في الوسط وبعضها يسكن في الجنوب. هذه بناءات يعني ذات صبغة قبائلية، لكن هنالك بالتأكيد يعني وإن كان رواسب لم تكن يعني راسخة وقوية، أن هنالك أطراف تسمي نفسها أطرافا سياسية في المعادلة الصومالية. هذا السؤال طبعا موجه للأستاذ داود وكذلك للدكتور سيد، ولكن اسمحوا لنا بالذهاب إلى فاصل قصير وبعده نواصل هذه الحلقة عن الأوضاع في الصومال.